عسلامة ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. أذنت النية بالعمومية بالمحكمة بأريانا بفتح بحث تحقيق ضد كل من الفنان نور شيبة واللاعب الدولي السابق وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تهم تغيير مواد وإثباتات مسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية واختلاس تلك المواد. ووفق موعد جريدة الصباح فإن التهم تتعلق بتضليل السلطة المختصة عن اكتشاف جرعة بالمخدرات واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو الإلحاق بالضرر والافتعال واستعمال شهادات إدارية باسم موظف قصد الحصول على ما فيه فائدة واستعمال شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية والتدليس من موظف عمومي وماسك استعمال مدلس وقبول موظف عمومي لنفسه أو لغيره دون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وكانت وزيرة العدل قد أذنت بإجراء تفقد قضائي في المحكمة الابتدائية بأريانا بخصوص سير الأبحاث فيما عرف بقضية الكوكايين التي شملت كل من الفنان نور شيبة واللاعب الدولي السابق وعدد آخرين من المتهمين.